نذهب إلى خان يونس وينضم إلينا مراسلنا يوسف أبو كويك. يوسف، نقف معك على آخر التطورات المرتبطة بهذه المجزرة التي ارتكبت خلال الساعات الماضية من قبل قوات الاحتلال لمواصي خان يونس وكذلك مجزرة أخرى في مخيم الشاطئ في غرب القطاع. بالفعل رغدة، لكن دعيني أؤكد على ما تفضلت به الزميلة من مدينة القدس بأن حركة حماس في بيان مقتضب قالت إن ادعاء الاحتلال بأنه استهدف قادة المقاومة لا يعدو عن كونه ادعاء كاذبا لتبرير الجريمة التي وقعت في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس وتحديدا في منطقة المواصي، نافية حدوث عملية اغتيال كبيرة كما أشار الجيش الإسرائيلي. أما في التفاصيل، فالاحتلال أغار بأكثر من 5 صواريخ ثقيلة الحجم على مناطق عدة في منطقة المواصي. الغارة الأولى استهدفت خيام للنازحين إضافة إلى منزل وأرض زراعية محيطة بهذه الخيام والطريق المؤدي إليها، بمعنى أن الاحتلال أقام حزاما ناريا في محيط ما جرى فيه عملية القصف، إضافة إلى ذلك أن طائرات مسيرة شاركت في هذا العدوان، فبمجرد وصول سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى هناك جرى استهدافها بشكل مباشر ما أدى لاستشهاد أحد ضباط الدفاع المدني وإصابة آخرين حسب المصادر الطبية الفلسطينية. وزارة الصحة تشير إلى أن قرابة 71 شهيد هي حصيلة هذه الغارات، وهي حصيلة غير نهائية إضافة لإصابة قرابة 290 بجراح مختلفة، ولا زال البحث جاري عن مزيد من الضحايا كون حجم الدمار كبير في المنطقة المستهدفة، وهناك من جرى انتشالهم من تحت تراب منطقة المواصي التي تعرضت إلى هذا القصف. الجرحى والشهداء نقلوا إلى مشفى ناصر حيث نتواجد ومشفى الكويت الميداني وهو الأقرب لنقطة الاستهداف التي جرت في منطقة المواصي. إضافة إلى ذلك أيضا، الاحتلال لم يكتفي بهذه الغارة بل مضى في مجزرة أخرى شهدتها منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هناك مسجد يعرف بالمسجد الأبيض الكبير دمر مطلع هذه الحرب، أقام بجواره المواطنون مصلا في منطقة مفتوحة وكانوا يؤدون صلاة الظهر، ففوجئوا بغارة إسرائيلية استهدفتهم بشكل مباشر ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين، ومعظم الجرحى حسب المصادر المحلية يعانون من إصابات حرجة، ما يعني أن أعداد الشهداء مرشحة للازدياد سواء في مجزرة خان يونس أو في مجزرة مخيم الشاطئ. شكرا جزيلا لك من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية.